صباح الخير يا عزام. تابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز البروكر، هيضم لكم كان ميدان يوم 13 ابريل 2023، وهنتكلم مع بعض بالفيديو بتاعنا عن اسعار النفط. تداولات تكبير اسعار النفط وطبعا ارتفاع خلال تداولات امس، وده راجع اكيد في المقام الاول لارتفاع الامال لوقف رفع اسعار الفايدة الامريكية، مما دفع طبعا النفط للارتفاع باكثر من حوالي 2%. ولكن حد ده من المكاسب طبعا استمرار الحذر والمخاوف بشأن الركود العالمي، وده طبعا التصريحات او ده كان السبب الاساسي في وقف الاوبك بلس او انخفاض انتاجها توقعات لمزيد من الركود، وده طبعا حد من مكاسب النفط بالشكل اللي احنا تابعناه خلال الفتره صباح اليوم. دي كانت اهم البيانات ومن الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشورت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معنا على الشورت، الاداء الايجابي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، تقاطع متوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر عليهم، مما بيدل طبعا على استمرار الاتجاه ثباته على نقطته المحوريه وابتعدوا عنها كمان عند ال 81 40. اداء ايجابي على الفلات ترند، ومؤشر السكستك لسه ما زال بعيد عن منطقه الاكتفاء الشرائي عند ال 80، ولذلك نتوقع مزيد من الايجابيه، ولكن بشرط كسر ال 85 عشان يروح ل 87 85 وراه ال 90 75. مره تانية كسر ال 85 فلات، وراها ال 87 85، وراها ال 90 75. السيناريو الآخر المعاكس حقق بكسر ال 79 25، وراها ال 75 80، وآخر نقطة عند ال 73 85. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن طبيعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.